السلام عليكم. هنشوف ازاي نبدأ مشروع جديد في تيكلا بيم سايت. اول حاجة اعملها ان انا اروح لهم واقول له انا عايز نيو بروجكت، واقدر اجي هنا اسميه مثلا كايل اكس واي، وبعد كده هقول له فيو فيبدأ يفتح لي المشروع. فتح المشروع بيقول لي اختار ملف تضيفه للمشروع، فهقول له انا عندي ملفات وليكن مثلا ناخد الملف دوت. اقدر اجي من هنا واقول له اد فايل واضيف اي ملفات انا عايزها، هو هيبدأ يحمل الملف ويبدأ يظهر معايا واقدر اشتغل عليه عادي. وتقدر للتنظيم تعمل نيو موديل جروب بحيث تضيف الملفات اللي هي مشتركة مع بعض، يعني ممكن يكون مشروع كبير وانت مقسمه لكذا ميكانيكال وكذا معماري وكذا انشائي، فتخلي المعماري لوحده والانشائي لوحده والايميل لوحده عشان تنظم الشغل. لما ندوس على علامة السهم دوت بيبدأ يجيب لي معلومات عن المشروع، اسم المنشئ واتعمل بتاريخ كام، والملفات اتعملها امبورت بتاريخ كام، المساحة بتاعتها الاكس واي والزد بتاعت الملف هنا، السكيل بتاعه. لو قرب يخلص تحميل ممكن اقول له ريلينك، يعني عايز اربطه، ممكن الملف اتنقل مكان فهو مش لاقيه فتقول له ريلينك، او في ملف احدث او في ملف في مكان تاني فتقول له ريلينك، او تقول له ريموف. اهو بدأ الملف هو يظهر معانا، ودي العناصر الموجودة، تقدر تخفي وتظهر منها زي ما انت عايز. انا اقول انا عايز روتيشن فتبدأ تظهر معايا العناصر بالشكل دوت.